السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المشاهدين، إن شاء الله النهاردة هنتكلم على أدوات النكرة وأدوات المعرفة أو أدوات المعرفة في اللغة الإنجليزية. هنبدأ طبعا الأول بأدوات النكرة A و AN. عندنا أداتين نكرة في اللغة الإنجليزية A، حرف الـ A و AN. طبعا A دي بنستخدمها مع أو قبل الاسم المفرد الذي يعد المبدوء بصوت ساكن، قبل الاسم المفرد الذي يعد المبدوء بصوت ساكن. يعني نقول مثلا a car, a book, a girl, a boy. كل الكلمات اللي قلناها دي حطينا قبلها حرف الـ A مبدوءة بصوت ساكن. أما an بنستخدمها قبل الاسم المفرد النكرة الذي يعد المبدوء بصوت متحرك. احنا مش بنقول ليه حرف متحرك، بنقول صوت متحرك لأنه في كلمات تبدأ بحروف متحركة بس الحرف ده لا ينطق والعكس، تمام؟ فاحنا بنتكلم على اللي بينطق فقط. يعني كلمه زي اور ساعه هي بادئه باتش، الاتش المفروض حرف ساكن ولكن الصوت المتحرك الاو، الاتش لا تنطق فبنقول ان اور، تمام؟ فعندنا بنقول هنا ا قبل الاسم المفرد النكره المبدوء بصوت ساكن، ان قبل الاسم المفرد النكره المبدوء بصوت متحرك. مثل لو نقول مثلا an orange, an egg, an engineer, an elephant، كل ده بادئ بصوت متحرك. طيب بنستخدم ادوات النكره a او a وan دول في ايه؟ اول حاجه بنستخدمهم عندما نريد ان نتكلم عن شيء مفرد نكره يعد، عندما نريد ان نتكلم عن شيء مفرد نكره يعد. اقول مثلا I bought a book. I bought a book. انا اشتريت كتاب، ده اسم نكره، تمام؟ ايه الاستخدام التاني؟ بنستخدمه لما نتكلم على وظيفة شخص. لما نتكلم على الوظيفة نقول مثلا he is a doctor, she is a nurse. هنا بنتكلم على ايه؟ على وظيفة. طيب ايه تاني؟ مع الاسم المذكور لأول مرة. يعني نقول مثلا ايه؟ there is a man in your office. اسم مذكور لأول مرة. there is a man in your office. برضو بنستخدم أدوات النكرة ديت قبل أدوات التجزئة. أدوات التجزئة نقول مثلا a kilo of, a bunch of, a jar of, a bar of. يعني أدوات التجزئة دي بنستخدمها مع الأسماء التي لا تعد ونحط قبلها a أو an. عايز أقول مثلا كيلو من الرز أقول a kilo of rice, a bag of rice، تمام؟ a bunch of flower, bunch of flower يعني باقة من الورد. دي استخدامات أدوات النكرة. زي ما قلنا أول حاجة بنتكلم على شيء مفرد نكرة يعد، اسم نكرة يعني. الحاجة الثانية أنا بنتكلم على الوظيفة قبل الوظائف، الحاجة الثالثة مع الاسم الذي يذكر لأول مرة بالجملة، الحاجة اللي بعديها لما نتكلم قبل أدوات التجزئة. طيب لو حبينا نحط قبل الاسم ده صفة، أي اسم مفرد وأنا عايز أحط قبله صفة، أداة النكرة تيجي قبل الصفة. نقول مثلا I bought a small car. شوفوا هنا I bought a small car. لما جبنا الصفة اللي هي small قبل الاسم اللي هي car ما قلناش I bought small a car، لا قلنا I bought a small car. She is a beautiful girl، تمام؟ ده أدوات النكرة. هروح بعد كده لأداة المعرفة ذا، ودي عايز تركيز كتير لأن لها استخدامات كتير خالص. ذا هي أداة المعرفة اللي هي تشبه عندنا في اللغة العربية الألف واللام. أداة المعرفة دي لها استخدامات كتيرة خالص. أول استخدام عندما نذكر الاسم للمرة الثانية بالجملة، يعني انا اذكره مرتين، المرة الأولى هيبقى اسم أول مرة يذكر في الجملة، ما يستخدمش معاه طبعا ذا خالص. طيب المرة الثانية لو اذكر الاسم تاني في المرة الثانية بياخد ذا لأنه بقى معرفة ذكر قبل كده. يعني أقول مثلا I saw a boy on a tree. أنا شفت ولد على الشجرة. لما أجيب الجملة تاني أقول إيه؟ The boy was tall. شوف المرة الأولى قلنا I saw a boy لأنه ده اسم أول مرة يذكر في الجملة، اسم نكرة، شفت ولد على الشجرة. لما اكرر الاسم تاني اقول ايه؟ ذا بوي ووز تول، يبقى الاسم المذكور للمره الثانيه بياخد ذا. الاستخدام الثاني قبل الاسم الفريد من نوعه. يعني ايه الاسم الفريد من نوعه؟ يعني الاسم اللي مش موجود منه الا حاجه واحده. لو اقول ذا صن، الشمس هي واحده بس ما نقولش صن، ذا مون، القمر، ذا ايرث، الارض، الاسماء دي اسماء فريده من نوعها فعلشان كده بتاخد ذا. الاستخدام الثالث قبل اسماء معينه زي كلمه ذا سينما او ذا راديو، ذا ثياتر،
السينما او الراديو. الراديو دايما بياخد زي، اما التلفزيون لا، ذا سيديتر المسرح. تمام. الحاجه الرابعه والاستخدام الرابع، قبل الحيوان كنوع، لما اتكلم على الحيوان كنوع بياخد ذا، لكن لما اتكلم على حيوان محدد لا ما بياخدش ذا. مثال، لما اقول I saw an animal او I saw an elephant، انا شفت فيل، ده نكره، انا شفت فيل. لكن لما اقول الفيل اضخم الحيوانات، الجمله الاولى انا شفت فيل، ده شفت فيل واحد اسم نكره. لكن الجمله الثانيه لو قلت الفيل اضخم الحيوانات، انا مش بتكلم على فيل واحد، انا بتكلم على الفيل كفصيله او كنوع. يبقى قبل الحيوان او اسم الحيوان كفصيله بياخد ذا. اقول ذا elephant is the biggest animal، ذا elephant is the biggest animal، خد ايه هنا ذا عشان انا بتكلم عن الحيوان كفصيله. حاجة تانية، قبل الآلات الموسيقية بس عندما استخدمها أو عندما أقصد العزف على الآلة الموسيقية. يعني أقول مثلا، لما أقول she plays the piano، she plays the piano، هي تعزف على البيانو، هنا خدنا ذا لأن أنا بتكلم على الآلة الموسيقية كعزف. لكن لما أتكلم مثلا أنا اشتريت بيانو، ده نكرة، أقول إيه I bought a piano. في فرق أهو، لما أتكلم على الآلة الموسيقية كعزف على الآلة بستخدم ذا، أقول she plays the piano، plays the piano يعني تعزف على البيانو. لكن لما أقول I bought a piano، أنا اشتريت بيانو، هنا واحد اسم نكرة. عندما نتكلم على مجموعة من الناس برضو بنحط قبليهم ذا، يعني عايز أقول للفقراء أقول ذا بور، عايز أقول للأغنياء ذا ريتش، الأغنياء، المكفوفين ذا بلايند، تمام، كبار السن ذا أولد، الشباب ذا يوث. يبقى هنا لما اتكلم على مجموعه من الناس بياخدوا ذا. تمام. برضو بحط ذا قبل الجنسيه لما اقصد الشعب بتاعهم، ذا قبل الجنسيه لما اقصد الشعب. عايز اقول مثلا المصريين اقول ذا ايجيبشن، المصريين، الصينيين ذا تشاينيز، اقول ذا تشاينيز ايت رايس او لايك رايس، الصينيين بيحبوا الارز. يبقى هنا خدنا ذا قبل الجنسيه لما اتكلم عنهم كشعب. الحاجة اللي بعديها، قبل أسماء الأنهار والبحار والمحيطات والقنوات. أسماء أنهار، بحار، محيطات، قنوات، ما قلناش هنا بحيرات، يبقى بحار أو أنهار أو محيطات أو قنوات. يعني عايز أتكلم مثلا عن نهر النيل أقول ذا نايل، البحر الأحمر ذا ريد سي، مثلا ذا باسيفيك أوشن، ذا أتلانتيك أوشن. هنتكلم على مثلا قناة السويس أقول إيه؟ ذا سويس كانال. يبقى دي أنهار أو بحار أو محيطات أو قنوات بياخدوا كلهم ذا. برضو قبل سلاسل الجبال ومجموعات الجزر، لما أقول جبل واحد لا ما ياخدش ذا. لكن لما أتكلم على سلاسل الجبال زي مثلا ذا ألبز، الألب دي سلاسل جبال، تمام؟ ذا هيمالايز، سلاسل جبال الهيمالايا دي سلاسل جبال تاخد ذا. لكن لو جبل واحد ما ياخدش ذا. يعني بقول مثلا ماونت سيناء، جبل سيناء، جبل سيناء ده جبل واحد ما ياخدش ذا. لكن لما اقول ذا ألبز، سلاسل جبال، برضو مجموعات الجزر مش جزيرة واحدة، اقول ذا كناريز، جزر الكناري دي مجموعة جزر، فعشان كده بتاخد ذا. الحاجة اللي بعدها، قبل الاتجاهات الأربعة، الاتجاهات الأربعة كلهم بياخدوا ذا، اقول ذا ايست، ذا ويست، ذا نورث، ذا ساوث، كل الاتجاهات بتاخد ذا. بعدها صفات التفضيل، قبل صفات التفضيل اقول مثلا ذا موست، ذا تولست، ذا بيست، ذا بيجست، اي صفات تفضيل بتاخد ذا. يبقى كده ديت استخدامات اللي قلنا عليها استخدامات ذا. تمام. هنروح بعد كده ونشوف امتى بنستخدم لا اداه، اللي بنقول نو ارتكل. نو ارتكل يعني متى ما بنستخدمش لا ولا ان ولا ذا. اول حاجه ما بنستخدمش لا ولا ان هم ادوات النكره، ولا ذا اداه المعرفه مع وجبات الطعام. يعني اقول بريكفاست، لا اقول ابريكفاست ولا ان ولا ذا، لا نقول بريكفاست. زيها برضو لانش، دينر، الوجبات ما بنحطش معاها لا ولا ان ولا ذا. الاستخدام الثاني، او ما بنستخدمش اي اداه مع الاماكن لما اقصد الغرض المستخدم فيها، زي مثلا المدرسه والسجن، مثلا الجامعه، المستشفى. لو انا رايح المدرسه دي للغرض المستخدم فيها، انا رايح المدرسه عشان اتعلم، تمام، رايح المستشفى عشان اتعالج، رايح السجن مثلا واحد هيتسجن، يبقى ده الغرض المستخدم فيها ما بتاخدش ذا. اما لغير الغرض المستخدم فيها بناخد ذا.
هنشوف مثال نوضحه. اقول مثلا my children go to school every day. my children go to school every day. هنا قلنا school ما حطناش جنبها ولا حاجه، لا آ ولا أن ولا ذا ولا أداه. ليه؟ لان هنا الاطفال هيحلوا المدرسه عشان يتعلموا، نفس الغرض المنشأة ليه المكان. او لو انا اروح المكان ده لغير الغرض بتاعه، انا رايح المدرسه اقابل المدرس بتاع اطفالي او اقابل المدير، ده مش هو الغرض المنشأة في المدرسه اللي هو التعليم. احط لها ذا، اقول I went to the school او I will go to the school to meet the teacher، تمام؟ او my children's teacher، انا رايح المدرسه علشان اقابل المدرس او مدرس اطفالي. يبقى هنا مش رايح عشان الغرض المنشأة من اجله المدرسه، لكن الاولى اطفالي بيروحوا المدرسه عشان يتعلموا، ما خدناش ذا مع سكول. الثانيه خدنا ذا مع سكول لانه لغير الغرض المنشأ من اجله. لو اقول مثلا my uncle went to hospital، went to hospital to do some tests، مثلا راح المستشفى علشان يعمل بعض الفحوصات، هنا رايح علشان الغرض فقلنا hospital، تمام. لكن لما اقول I went to the hospital to visit my friend، انا رايح المستشفى عشان ازور صديقي، مش هو ده الغرض المنشأ لاجل المستشفى، عشان كده خدنا ذا، تمام. متى برضو ما نستخدمش ادوات تاني قبل كلمه هوم او ورك؟ ما فيش حاجه اسمها ذا هوم ولا اهوم ولا ان ولا اي حاجه. هوم وورك الكلمات دي ما بتاخدش لا آ ولا ان ولا ذا. الالعاب الرياضيه نفس الحكايه، اقول باسكت بول، فوتبول، تنس، ما يحطش معاهم لا ذا ولا آ ولا ان. اللغات نفس الحكايه، لما اقول انجلش، عربي، برضو اللغات ما بنحطش قبلهم لا آ ولا ان ولا ذا. حاجه المهمه خالص قبل اسماء القارات، المدن والبلاد، الجبال المفرده والبحيرات. يبقى اول حاجه قارات، زي مثلا افريكا ما بنحطش قبلها لا آ ولا ان ولا ذا. ايشا اسيا يعني ما بنحطش قبلها لا آ ولا ان ولا ذا. القارات ما بنحطش قبليهم لا آ ولا ان ولا ذا. ولا اداه يعني نعرفك ما بنستخدمش ولا اداه. اسماء المدن، المدن المفرده زي كايرو، ما بنقولش ذا كايرو ولا اكايرو، غلط طبعا لما نقول ذا كايرو ولا اكايرو ولا ان ولا اي حاجه، كايرو فقط كده. اسوان، اي دوله او اي مدينه ما نحطش قبلهم لا آ ولا ان ولا ذا. لما نجيب دوله مثلا زي ايجيبت، سوريا، اي دوله ثانيه، امريكا، ما بنحطش قبلهم لا آ ولا ان ولا ذا. زي كده الجبال المفرده زي ما قلنا بدري، ماونت ساينا، جبل سيناء، ده اسم جبل مفرد ما ياخدش لا آ ولا آن ولا ذا. البحيرات زي مثلا ليك ناصر، بحيرة ناصر ما تاخدش لا آ ولا آن ولا ذا. لكن احنا قلنا بدري الأنهار والبحار والمحيطات والقنوات ياخدوا ذا. لكن البحيرة زي ليك ناصر أو أي اسم بحيرة تاني لا تاخد لا آ ولا آن ولا ذا. بس في ملحوظة هنا لازم نعرفها مع الدول. الدول المفردة ما بتاخدش لا آ ولا آن ولا ذا إلا السودان، نقول ذا السودان. لكن باقي الدول كلها ما دام اسم واحد، الدولة مكونة من اسم واحد أو المدينة مكونة من اسم واحد، ما نحطش لا قبلها لا آ ولا آن ولا ذا. إنجلاند ما نقولش لا آ ولا آن ولا ذا. إيجيبت نفس الحكاية. لكن الدولة المكونة من أكثر من كلمة بنحط قبلها ذا. لما أقول مثلا يونايتد ستيتس، الولايات المتحدة، أقول ذا يونايتد ستيتس، ما أقولش يونايتد ستيتس. ذا يونايتد كينجدوم، المملكة المتحدة. يبقى الاسم الدولة لو مكون من أكثر من كلمة نحط له ذا، أما اسم الدولة من كلمة واحدة ما بنحطش ذا ما عدا كلمة ذا السودان، تمام؟ نروح بعد كده لبعض الأمثلة على اللي احنا قلناه ده، أدوات النكرة وأداة التجزئة وأسماء اللي بتستخدم بلا أداة. المثال الأول بيقول لي إيه؟ This is نقط easy question. This is نقط easy question. عندنا A and وذا ونقط. طبعا بيقول لي ده سؤال سهل يعني. هنا question ده اسم مفرد، واحنا قلنا الاسم المفرد بياخد A أو an لأنه ده نكرة. طيب حطينا قبليه صفة، أداة النكرة هتبقى قبل الصفة. easy بدأ بحرف أو صوت متحرك اللي هو E، easy. يبقى هنا نقول إيه؟ this is an easy question. السؤال الثاني بيقول لي وليد is نقط best student in class. وليد is نقط best student in class. هنا best دي صفة تفضيل، واحنا قلنا قبل صفات التفضيل بناخد ذا، فنقول وليد از ذا بيست ستودنت.
ما ينفعش لا A ولا آل ولا ذا ولا نعرف. السؤال الثالث بيقول I went to Red Sea I went to Red Sea during my summer holiday. I went to نقط Red Sea during the summer of my summer holiday. هنا Red Sea البحر الأحمر، وإحنا قلنا أسماء البحار كلها بيجي قبلها ذا. I went to the Red Sea. ما ناخدش لا A ولا آل ولا ذا ولا no article. اللي بعدها I enjoy watching نقط basketball. I enjoy not or watching not basketball. طبعا basketball دي رياضة، احنا قلنا رياضات ما تاخدش لا A ولا آل ولا ذا، يبقى الاختيار الصحيح no article ولا أداة. I enjoy watching basketball على طول. اللي بعدها My mother is نقط teacher. My mother is نقط teacher. طبعا هنا teacher وظيفة. في بداية الحلقة قلنا الوظائف بتاخد A أو N. My mother is نقط teacher. Teacher بصوت ساكن يبقى نقول A. My mother is a teacher. اللي بعدها We start work in نقط morning. طبعا فترات النهار الثلاثة morning و evening و afternoon بياخدوا ذا. We start work in نقط morning. فترات النهار الثلاثة morning, afternoon, evening بياخدوا ذا. يبقى نقول we start work in the morning. ما عدا night طبعا، night ما تاخدش ذا ولا آ ولا آن. بعدها بيقول لي it's difficult to climb نقط ألبس. It's difficult to climb نقط ألبس. طبعا ألبس اللي هي سلاسل جبال الألب، واحنا قلنا سلاسل الجبال بتاخد دائما ذا. السؤال اللي بعده بيقول لي My mother went to نقط school yesterday to meet my teacher. My mother went to نقط school yesterday to meet my teacher. هنا school احنا قلنا ليها حالتين، لما اكون رايح المدرسة للغرض المنشأة من اجله، نفس الغرض بتاعها اللي هو التعليم، ما تاخدش ذا. لكن لو رايح المدرسة قبل المدرس او قبل المدير تاخد ذا. هنا بيقول لي my mother went to، الصح اقول ذا school لانها رايحة to meet my teacher عشان تقابل معلمي. السؤال الاخير بيقول لي we are traveling to نقط south. south الجنوب، واحنا قلنا الاتجاهات الاربعة بتاخد ذا. the north the east the south the north. فهنا طبعا الصح نقول ايه the south. كده خلصنا ادوات التجزئة واداة المعرفة ذا وعدم استخدام اي اداة قبل الاسماء. يا ريت ان شاء الله تتابعونا في القناة قناة حسن رضوان للشروحات، وان شاء الله هتلاقوا جديد ان شاء الله دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.